دفعت الكفارة 60 مسكين احتياطا. على كل حال صدقة أسألها أن يتقبلها منك، لكن لم يحدث الظهار ولا يلزمك أن تفعل ما فعلت. وبعدين لو كان ظهارا فكفرت صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لو كان ظهارا لا تقفز إلى الإطعام مباشرة بل تخاطب بالصوم، فإن عجزت حقا تطالب بإطعام 60 مسكين، لأن هذا ليس بظهار ولا يلزمك لا إطعام ولا تكفير ولا غير، بارك الله فيك.